بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم موجه مطبخ ام باسل. حلوياتنا حلويات مش عاديه، دي ترند الصيف اللي طالع اليومين دول. ايه هو ترند الصيف اللي طالع اليومين دول؟ حاجه كده جميله ولذيذه وسهله جدا جدا وبترطب بقى على القلب، ولا تقولوا لي ايس كريم ولا ايس معرفش مين، وباي شكل اعمليها وهتديك الحاجه الجميله اللي انت شايفاها دي، طعمه خطير يا جماعه. بينا يلا نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده ونشوف ايه الطريقه هتتعمل ازاي وايه ترند الصيف الجديد اللي مباسل بتقول لنا عليه ده. بس قبل ما نروح نشوف النهارده الوصفه بتاعتنا، فضلا وليس امرا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل دي مطبخ مباسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام ونشوف وصفتنا وندوقها جوه. يلا بينا. اقول بسم الله. اول حاجه عندي كيس او علبة جيلي مانجا، هاخد الكيس كله وافضيه ونحط عليه بقى ايه، كوباية مية سخنة جدا بسم الله، ونص كوباية مية ساقعة، وندوبه بقى كويس جدا ونركنه على جنب لغاية ما يهدى. وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعملها ايه. الخطوة التانية عندي اتنين باكو بسكويت سادة، هنقطعه كده قطع صغيرة يعني قطع عشوائية بالشكل ده كده. بس انا البسكويت كده هنركنه برضو على جنب. وعندي بقى ايه الخطوة التالتة، عندي كيس كريم شانتيه ده مش محتاج سكر، انا بقى هضربه بالجيلي اللي هو ايه بارد، تمام؟ بس لازم يكون بارد. حط مثلا ايه نص كوباية كده ونبتدي ايه نضربه بالمضرب الكهربائي ونشوف هيحتاج ولا مش هيحتاج تاني. بصوا القوام بيبقى انسيابي كده زي ما انتم شايفين، بس انا الكميه قليله وانا ايه عامله كتير باكوين بسكويت، فانا ايه هحط كيس تاني تمام عشان ايه عايزه اكتر الكميه او البسكويت عندي كتير، واضربه برده كويس جدا. بص وحط المضرب خلصت، بصوا بيبقى عامل ازاي، بيبقى كده طعمه حلو جدا من غير سكر ورائع. يعني ميزة الوصفة دي ان احنا مش هنضيفها ايه اي سكر خالص. بصوا ادي الكمية اهي، تمام. هبتدي اقول بسم الله ونزل البسكويت بسم الله، ومع البسكويت هنزل عندي قطع مانجا انا مقطعاها بسم الله، هقلب بقى موس المانجا اللذيذ ده كده. بصوا قطع المانجا حاجة رائعة. عايزة بقى تحطيه في صينية كده على بعضها شغال، مش هتقول لأ. عايزة تعمليه في قوالب زي ما انا ما هعمله دلوقتي برضو مش هيقول لأ، يعني بأي طريقة تعمليه. تعالوا بقى نشوف ايه هنحطه في قوالب ازاي. دي القالب السيليكون ده هبتدي احط كده في قطع مانجا كده عشان برضو ايه اكون متوصيه لهم بالمانجا. ابتدي اقول بسم الله واحط بقى ايه في القوالب كده. خلصت خلاص زي ما انتوا شفتوا، عملت برضو في اطباق بكيس بلاستيك عشان يبقى سهل انه يطلع معانا، عشان لو ما عندكيش القوالب دي نعمل ايه بعد كده بقى، نحطها في التلاجة لما تتماسك وبعدين نيجي ايه نقلبها بقى ايه ندوقها بقى ونشوف الجمال والحلاوة. يا حبايبي انا سبتها في الفريزر جمدت، تعالوا بقى ايه نطلع كده واحدة بسم الله. بصوا تطلع بكل سهولة ازاي، واو شايفين شايفين الجمال. نطلع واحدة كمان بصوا
شايفين سهله ازاي؟ القوالب السيليكون بصراحه سهله جدا. تعالوا بقى نشوف الطبق اللي احنا عاملين فيه ايه في الكيس بلاستيك عشان لو ما عندكش القوالب دي. بسم الله، نحطها في طبق تاني. بسم الله، شايفين الجمال؟ ايه رايكم بقى في الحلويات الجميله السهله دي مع شويه جيلي بقى كده؟ كان فايد مني شويه جيلي مانجا كده، بس نحط بقى كده على الوش. طبعا هو بيبقى متجمد اهو، خلاص وصفتنا كملت وقلبناها بقى وحطينا جيلي. نبدا منين؟ هنبدا بواحده واحده كده. بسم الله، بصوا بسم الله. بجد بجد يا جماعه طعمها رائع، خطيره. نشوف اللي في القالب دي. بسم الله، كانك بتاكلي ايس كريم. بصوا هي متلجه شويه. مع المانجا مش قادره اقول لكم، مع قطع المانجا حوار. دي متلجه عشان انا حطاها في الفريزر عشان تطلع بسهوله من القالب، انما دي كنت حطاها في الثلاجه من تحت فبتتقطع معايا ايه بسهوله. رائعه يا جماعه بجد بجد، الطعم يعني عدى كل حاجه. سهله ولذيذه. قومي اعمليها بقى وخليها عندك في الفريزر وقت ما تكونوا عايزين حاجه حلوه كده، اولادك نفسهم في حاجه حلوه وساقعه كده ولذيذه، واسهل من انت تجيبي ايس كريم وانضف واحلى. دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون كانت سهله وخفيفه عليكم وتعملوها ان شاء الله وتعجبكم. يلا قولي لي رايك في الكومنتات ايه، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. فسفسله وسلام، مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.